كمساري كمساري اديني تذكرتين يا كمساري. وانا اديني تذكرة واحدة. لا مفيش داعي، انا قطعت لك تذكرة على حسابي. وايه المناسبة صاحبي؟ ان شاء الله هتكون معرفة خير. لا خير ولا شر، حل عني. حاجة تجنن. ايه هي الزحمة دي؟ فرصة للنشالين خصوصا النهاردة. وش معنى النهاردة؟ اصل النهاردة اول الشهر، الموسم بتاعهم. واخد بالك واخد. Bon, le lait, c'est une défaillance contre l'os. C'est pour fond, mais tu l'as, c'est un petit peu. C'est un petit peu, c'est un petit peu. Mais t'as mené ! Barra m'gallit il hawa. Commissari, on a nazi le mahattabi. À la fin ! Nazi le mahattabi. Ma salama. لازم هنا. قفشتك يبقى مستخبي فيه. لازم هنا. يخطوا فيها العشة. ايه الحكاية؟ بتدور على ايه؟ على واحد. واحد؟ ليه؟ كانوا قالوا لك عليا بجيب ناس غربة هنا، انت لازم يتجننت. على العموم مفيش حد. طبعا مفيش حد. وانا ليا حد غيرك انت يا ابو حنفي. معلش، على العموم حقك عليا. لازم قضية النهاردة كان فيها واحد تحت السرير. لو شرفي كان فوق السرير. يا خبر اسود، وبعدين عملوا فيه ايه؟ جوزها قتله. برافو عليه، يا ريته كان قتلها هي كمان. وعملوا ايه بجوزها؟ ادوله نشان. عال عال. لكن انت شفت حاجة عليا؟ على العموم انا قلت لك حقك عليا. سيبينا بقى من القضية دي ونخش في القضية النهاردة. قولي لي بقى يا ستي، الرول النهاردة فيه ايه اكل؟ بصارة بصارة بصارة. أول الشهر بصارة. أول الشهر النهاردة؟ النهاردة أول الشهر؟ يعني قبط؟ والفلوس وفأجيوبي. اخطى عليك، أمال ما جبتليش كباب ليه؟ أنت مسايبني تلات أيام على الحديدة. ما هزعل، على العموم ما تزعليش، إن شاء الله النهاردة هوديكي سينما وهخليكي تتعشي برا. كباب؟ حلة. إحنا عندنا ضيوف. بتسأل ليه؟ أمال الطابق التالت ده بتاع مين؟ بتاع الضيف المستديم، الضيف التقيل الخواجة شفيق. الله اهو وصل. هو مين؟ الضيف المؤبد. الله يخرب بيته اللي عمره ما بيهنينا على لقمة، وتقولوا لي كمان عاوزاني اوكله كباب. روح افتحي له. حاضر. اهلا اهلا سعيد. بعرف اسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب وليه بس التعب ده كله يعني؟ اما فل عامله لك يا عم، بصارة تستاهل خشمك. بصارة؟ بصارة. مش عاجباك البصارة؟ البصارة التي تحتوي على فيتامين اب وفيتامين اس وفيتامين ارا. والله الواحد نفسه فيها حاجة تفتح النفس، بقالي زمان ما اكلتش منها. كل هذا كل. الله يخطب ده. انت عاوز الحق يا ست فلة؟ أنا لسه متغدى عند سكان العمارة كلهم شقة شقة، إنما الشهادة لله مفيش أحسن من البصارة بتاعتك أبدا. بالهنا والشفا. إيه اللي بتعمله ده؟ شوية البت يا أخي نفسها في البصارة يعني. خلاص. لا على فكرة، أمال فين الحلو؟ حلو؟ ما أنا قدامك أهو. قال حلو دي. حلو إيه كمان بقى؟ لسه ما جبتوش. يبقى يا اخي اشتري من السوق. ما عبال ما هنبعت نشتري هتكون نفسك اتصدت. القصد بقى كل شهر وانتوا طيبين. وانت طيب. النهارده بقى يا عم اول الشهر، نفسي اشوف فلوسك الحلوه كده وامسكهم بايدي. قوي قوي. جبت الوصل؟ الوصلين جاهزين. واصلين. واصلين ايه؟
وسط الشهر اللي فات والشهر اللي قال. ايوه بس انت تعرف ان انا بدفع مؤخر. ده كان زمان وجابر الواصلين اهم. تدفعهم تدفعهم ما تدفعهمش رب المحكمة مفتوح. محكمة ايه يا راجل؟ ده انت لسه طفح معانا عيش وملح. الصداقة شيء والشغل شيء تاني. بز 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 بز. بقى كده. اه كده. طب وشرفك منع دافع غير شهر واحد بس. طب وشرفك انت ما انا واخد الا شهرين على بعض. طب وما دفعتش؟ المحكمة مفتوحة الشكيك واخدهم غصب عنك. محكمة؟ تشتكيلي ببيتي؟ تشتكيكش ليه يا اخويا؟ خدنا ببيتك؟ ايوه ومركاتي في المحكمة. يتمسخر قدام كل الناس واولهم الارض. انت راجل مالكش امان. انا راجل بتاع الشغل. بس 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 بس. اللي اس بس بس واس بس. انا حبيبي مش هدفع لك غير شهر واحد بس. اخد الشيطان وهات الوقت بتاع شهر والشهر التاني على طول هدفع لك. ولا طب تدفعهولي امتى؟ في بحر الشهر برضه. ايه اللي ضمنت؟ انا راجل ميري. بضمانة ايه؟ شرفي. لا الشرف ما يمشيش عندي. اكتب لي المبلغ في شيك بالتاريخ اللي يريحك. شيك؟ انت راجل عارف ان انا لا احتكم على فلوس في بنك ولا عندي دفتر شيكات. يا سيدي مش مهم، انا ورقه بيضه وخلاص. وايه ليه ده كله؟ علشان اضمن حقي. يا راجل ما حقك مضمون. اسمع بقول لك، انا راجل احفظ القانون كويس وحفظه صم. خد يا دهوتي يا دهوتي. انا دهوتي روحنا بده يا دهوتي. ايه مالك؟ في ايه؟ ايه حصل؟ اتسرقت. ايه اتسرقت؟ المحفظة راحت. وكان فيها الفلوس؟ فيها الفلوس. وانا صرت ايه؟ يعني هيتخرب بيتنا؟ بتخرب خلاص. بسمع اوزه. انا ما اكلش من الكلام ده يا اخويا. ما اكلته خلاص. انت هتاكل 100 مرة. قعدت تقر يا حبيبي. اذا انت لا هتقبض لا ابيض ولا اسود. انا عاوز الفلوس. فلوس؟ في فلوس. خد البنطلون بتاعي. هعمل بو ايه؟ ترهنه زي ما بترهن الصيغه والنحاس. انا يا جدع انت سايغ وجواهرجي مش بيع ربابيك. ياه المحكمه مفتوحه من 8 صباحا وحقي مضمون 48 قرار. خلاص خد فلوسك من المحكمه. كده يعني مش هامك؟ لا مش هاممني. سيبك انت يا عم بقى من الشغله اللي بتعملها انت ومراتك دي. شغله ايه يا راجل؟ مش مصدقني ان انا انسرقت. انسرقت؟ انت تمسيري امتى؟ وما تسرقش ليه؟ مش راجل معايا فلوس؟ انا ماليش دعوة والله العظيم. اللي ارفع عليك دعوة واحجز على عفش بيه. يا راجل خليك عاقل ما تبقاش مجنون. وان شاء الله اخر الشهر هدفع لك الاجرة. يفتح الله. اعمل اللي تعمله بقى. اسمع قدامك 18 ساعة تجهز فيهم الفلوس. ماذا وإلا؟ يا الدفع يا الطرف. ان كنت راجل اعمل. انت بتهددني يا حاجب. اخرس. انا مش حاجب. انا مش حاجب. هي تغم بالكم سكان هم. ايه مالك زعلان ليه؟ انتوا يعني حد يشوف خلاقكم ويبقى رايق؟ الله. ايه اللي حصل؟ فين الاجره انت تاني؟ النهارده مش اول الشهر. ما انا عارف النهارده اول الشهر. طب ما انت ليه؟ ما انت عارف ان انا بقبض اخر ليه؟ يعني ترجع الساعه كام قابض يا سي توفيق؟ الساعة 3 صباح. هستناك ل 3 صباح. هسهر لك ل 3 صباحا يا سي توفيق. اسهر يا اخويا وانشري هنا. نعم. انا بصبح. بتصبح؟ انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3 بعد الظهر يا فندي. ما هو ده الصبح بتاعي. اصلي بصحى متأخر وبنام متأخر. طلبات السيادة. انا جاي اطمن على الورد. جوزي مش هنا. انا مش جاي اطمن على الفجل، انا جاي اسال ياسمين. الياسمين مسقي وشبعان ومستغني. ما كانش دايب حاله. ماله حاله يا دلعدي؟ يا الدفع يا الطرد. بتحكم على ملوك. الدول نفسها بتتعذر وبتستلف من بعض. فيها ايه؟ وايه داعي بس للعذر والحاجه؟ ما نشتغل ونعرق نلبس حرير ونقن الدهب. جوزي هيجيب لي كل حاجه وانا متستته في المشمش. عن اذنك بقى. ايه عندك مشوار وصلك؟ لا عندي غسيل. ما تسمعي كلامي وانت تجيبي غساله بالكهرباء. ما احبهاش بتقطع الهدوم. اتوزع بقى على الراجل يطب ويجي يشوفك يقطم رقبتك. يلا تتعدل. البرد له اوان والدفى له اوان والفل له اوان. تقعدي بالعافيه. مع السلامه. حطه في الحجز يا قماشي على ما يبان البحر. طيب.
افندم افندم انا جاي ابلغ عن حادثه سرقه. ومين اللي انسرق؟ انا. شوف اسمك ايه؟ محمود عبد السميع عبد السميع. بتشتغل ايه؟ حاجة في محكمة. والحادثة دي كانت الساعة كام؟ الساعة 2 بعد ما قبضت. وايه اللي انسرق منك؟ 9.5 جنيه بالمحفظة. ما تفز تعدل يا جدع انت. الله، ما انا كنت عاوز اوريلك. اترجع هنا. يا سلام. رايح فين يا جدع انت؟ رايح جوه بالشكل ده؟ وماله الشكل ده؟ ممنوع الدخول كده. انا مش جاي اتفرج، انا جاي اقابل جارنا. جاركم مين؟ اللي فوقنا. اسمه ايه؟ توفيق. اه توفيق الجرسون. ايوه. طب استنى ندهولك، ولا لما اقول لك خش له بس ما تغيبش. متشكر، يترد لك في المحاكم ان شاء الله.